السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة مطبخ أم نضال. كنقترح لكم وصفة ديال التمر معمر اللي غادي نعمروه باللوز والكركاع وغادي نزينوه بالرقائق ديال اللوز وغنقدموه في خويتمات ديال الشوكولا لأنه غن يعني محضره الخطوبة. إذا غادي نشوفوا المقادير. التمر تكون من النوع الجيد. غادي نحتاجو رقائق اللوز اللي كنحمروها. غادي نحتاجو كراميل ديال الحليب مركز المحلى وغادي نحتاجو ايضا اللوز اللي كنسلقوه وكنقشروه وكنقليوه والكركاع. ندوزو نشوفو طريقه التحضير. كنطحنو اللوز والكركاع كل واحد بوحدو ثم كنضيفو لهم الكراميل وكنخلطو هذا الخليط مزيان حتى كنحصلو على شكل ديال العجين. كناخدو التمرة وكنحاولو أننا نمسحوها بشوية ديال ما زهر مزيان، يعني كنمسحو الوجه ديالها بما زهر ثم كنفتحوها وكنزولو العظم للداخل. وينو بلاصة العظم هو اللي كنعمرو فيه ديك الحشوة ديال اللوز والكركاع. فكناخدو شوية ديال الحشوة كنحاولو أننا نشكلو بيدينا على شكل العظم اللي كان قبل ثم كنرجعوه في القلب ديال التمر. غير هو كنخليوه يعني نخليوه باين من الفوق لانه غنلصقوا فيه الرقائق ديال اللوز. ثم كناخدو رقائق اللوز وكنوضعوهم وسط الحشوة على هذا الشكل. ونفس الشيء بالنسبة لباقي التمر اللي عندنا. ثم كنجيبو الخبيتمات اللي نكونو محضرينهم من قبل بالشوكولا ودرنا لهم البودغ الذهبية يعني البودغ الدوري ثم كننوضعو في القلب ديالهم التمر اللي حضرنا ونتلاقاو باش نشوفو الشكل النهائي ديال التمر ديالنا. الشكل النهائي ديال التمر ديالنا كما كتشوفو كيجي على هذا الشكل. طبعا كيجي في التقديم ديالو رائع بدوك الخبيتمات. نتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها ولا عجبكم الفيديو بارطاجيوه عندكم واشتركوا بالقناه باش توصلوا دائما بجديد وصفاتي. وبالصحه والراحه.